إلى الأردن، وهناك أكدت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لأشخاص قادمين من خارج الأردن، ليرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة في البلاد إلى 5 حالات. كما أعلنت تركيا تسجيل 15 إصابة جديدة بالسلالة الجديدة لكورونا لقادمين من بريطانيا، ليصبح عدد الدول التي ظهرت فيها هذه السلالة أكثر من 30 دولة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. ويشير الخبراء إلى أن سلالة كورونا المتحورة قادرة على الانتشار بشكل أسرع من الفيروس الأصلي، ما دفع أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة، حيث ظهرت السلالة الجديدة للمرة الأولى.